طيب انا عايز اتكلم شويه يعني فنيا كابتن عادل برضو لو تسمح لي. يعني انا دلوقتي لما اجي اقول عن الاسماعيلي اللي انا بواجهه في الموسم ده غير الاسماعيلي شويه اللي بواجهه بالموسم اللي فات، غير الاسماعيلي بتاع التسعينيات طبعا فارق كبيره جدا فنيه، وحاليا احنا بنتكلم ان فريق يكاد يكون يعني بيعاني من امور عديده ومنها طبعا عدم الاستقرار الاداري، لكن في الوضع الحالي هو معاه كابتن ايهاب جلال، وكابتن ايهاب جلال من المديرين الفنيين اللي اوقات كتيره بيعمل فارق مع الفرقه، وكان انا ذكرت ده في الانترو كان مع المقص على سبيل المثال. البعض قال لك ممكن كابتن ايهاب يستطيع ان هو يرجع تاني مستوى الاسماعيلي زي ما عمل مع المقاصة، يقدر يعمل مع الاسماعيلي. الاسماعيلي في حاجة دلوقتي او في حاجة ماسة الى تغيير شامل في كل حاجة بصراحة، لان لو فضل بهذا الشكل البعض بيتوقع انه لو هو كان على الاواخر كده او بالصدفة نجا من الهبوط الموسم اللي فات ربما يهبط هذا الموسم، وطبعا ده شيء اعتقد مش هيسعدنا تماما يعني. والله طول عمر النادي الاسماعيلي والنادي الاهلي علاقتهم كانت طيبة جدا، وانا قلت مرات عديده ومديده بس الناس مش يمكن مش عايزه تسمع انه النادي الاسماعيلي كان بياخد لعيبه من النادي الاهلي، كان واخد هاني مصطفى الله يرحمه في بطوله افريقيا وكان النادي بيعيره ليه. النادي الاسماعيلي كان بيلعب ماتشات وديه الاهلي والاسماعيلي ضد الفرق الاجنبيه في ملعب النادي الاهلي. فمع تغيير الادارات، الاداره مهمه جدا في اي نادي علشان يبقى فيه استقرار فني واداري لفرقه الكوره بالذات، لابد يبقى فيه استقرار اداري ومادي. الكلام ده بينعكس على الامور الفنيه، وعلى فكره السؤال كريم كان كله فني، لان قلنا فتره الاعداد الراجل بيستغلها بالشكل الفلاني، بيوزع الاحمال بالشكل الفلاني، كل ده طبعا كلام فني يعني. بالنسبه للنادي الاسماعيلي في الفتره اللي فاتت ممنوع القيد، ممنوع القيد ليه؟ لان الامور الاداريه لعيب يجيبوا لعيب ويمشي من غير حتى ما يشوفوه، وبعدين الراجل يروح يشتكي فبتتراكم الاموال اللي عليهم، وبالتالي بتختاري مدير فني ما بيقعدش ثلاث ماتشات وبعدين يتغير. يعني شفنا قد ايه اكتر من مدرب بيجي يلعب ماتشين ثلاثه وبعدين تبص تلاقي عمليه تغيير. عمليه التغيير دي طبعا قاتله بالنسبه للاعب وبالنسبه للفريق. حضرتك داخله على رايحه لاربع خمس دكاتره، اربع لا قدر الله يعني اربع خمس دكاتره، كل دكتور هتروحي له بيكتب لك روشتة شكل. الروشتة شكل دي كلها مختلفة، انت هتاخد ايه؟ لان التشخيص بتغير من واحد للتاني. فاللعيب النهارده انا بدي لك تدريبات معينة واحمال معينة، انا بتغير بعد ثلاث اسابيع، بيجي مدرب تاني بفكر تاني، يدي احمال تانية، طريقة لعبه مختلفة، قرايته للعيبة مش عارفها، كل الامور دي بتنعكس اداريا وفنيا على الفريق. طب ازاي ده حاصل؟ يعني في الوقت اللي حضرتك كنت فيه واحد من نجوم النادي الاهلي في الملعب، كان في الوقت ده عز مجد الاسماعيلي وعز مجد المصري وعز مجد الاتحاد السكندري وعز مجد انديه كتير، حتى البعض منها ما بقاش موجود خلاص. ازاي نسيب انديه تاريخيه وجماهيريه وشعبيه بالشكل ده توصل للحال المتردي اللي هي وصلت له ده؟ شوف حضرتك مثلا النادي الاسماعيلي كان مين رئيسه؟ عثمان، احمد عثمان. طبعا اكبر يعني راجل معماري في العالم العربي وفي اسيا وافريقيا وعامل مشاريع في العالم كله. طبعا. وكميه التواضع، وانا اول ما اتخرجت اشتغلت فريق مرتجي، اخذنا انا وعصام عبد المنعم واشتغلنا في المقاولين العرب عنده. شوف الاستقبال اللي قابلهولنا وبيعيننا واحنا بنشرب الليمون بيعيننا، وبعدين عايز يتصور معانا في مكان معين. كابتن عادل انت فاكر الليمون انك بتشربه وانت بتمضي؟ ذكريات يعني. قهوه كان بيشربوا قهوه. انا بقول لك شوفي حضرتك واحنا قاعدين مع الفريق المرتجي ان اخذنا، شوفي مجرد ان احنا الحاجه اللي احنا بنشربها ما خدناش ثواني، وبعدين هو كميه الوظائف اللي عنده وكميه الشركات اللي عنده، ومع ذلك كميه التواضع بيقابلنا. ايوه انا فاهمه بيقابلنا المقابله المحترمه. وبالتالي طبعا لما يكون الاداره بحجمها فيها التواضع وفيها يجيب مدرب بيستمر معاه، بيطلب اللعيبه بيجيبها له، كل امور اللعيبه كلها متامنه من مرتبات الى خلافه، الادوات والاجهزه. احنا زي ما بتشوف في النادي الاهلي المدرب لما بيطلب اي حاجه الحاجه دي بتيجي، وكذلك في كل الانديه خاصه الانديه الشعبيه اللي بيجي رئيس نادي للاسف في بعض الانديه واللي هي جماهيريه بيبقى مدي ودانه
لبعض من العناصر اللي هي متعصبه في الشارع علشان يتقال ان انا فلان، فانا النادي الاهلي مين اكبر نادي في مصر؟ النادي الاهلي. طب انا بقى انال من، يبقى المباراه بتاعت النادي الاهلي تبص تلاقي الثلاث نقاط بتوعها غير اي ثلاث نقاط اخرين. طب ما خلي الثلاث نقاط بتوع الاهلي هم بتوع الزمالك، هم بتوع الجونه، بتوع الداخليه. يعني دايما تلاقي فيه شد عصبيه بتبقى موجوده. طب ليه؟ عشان يعني هو بيلعب الافضل، وطبيعي لما اكون بنافس الافضل لازم بيبقى عندي شد، بيبقى عندي ضغوط، عايز ابان في افضل حالاتي. يعني انت شايف ان الوضع الطبيعي ماتشات الاهلي والاسماعيلي بتبقى طبيعيه على مر التاريخ يعني؟ لا يعني انا ضد اي تعصب في اي ماتشات، لكن ان انا في الفترات يبقى قوه زايده من المنافس او زي ما بيتقال كده استعداد مضاعف، ده مطلوب. بتبص تلاقي النغمه اللي بتتقال باستمرار، ودي طبعا انا ما بحبذهاش، لان الرياضه اولا نمره واحد اخلاق. اكيد نمره واحد اخلاق، وبعدين بتيجي اي حاجه تانية. فلما يبقى انا كنادي اهلي وانا بلاعب من نادي الاسماعيلي، ايه المانع ان احنا يبقى في تنافس شريف؟ وكل مره يتقال هو النادي الاهلي ليه ما بيلعبش ليه في الاسماعيليه؟ هو النادي الاهلي هو اللي بيقرر؟ طب النادي الاهلي وارد جدا يتمنى ان يلعب في الاسماعيليه. الاسماعيليه دي ما هي مصر يعني، انا هلعب في الاسماعيليه، مش بنتكلم في دوله تانية فعلا. صحيح يعني. فانا كل مره يطلع عضو مجلس الاداره يقول لك ايه؟ يقول لك احنا عايزين الاهلي يجي. طب الاهلي يتمنى يجي. يمكن امبارح اخرها التصريحات كانت مع هاني حتحوت على زميلنا العزيز، كل يوم يعني ده امبارح. ما هو ليه كل يوم كده؟ لان التعصب اللي بينتج عنه عصبيه بقى امر واقع في المنظومه الكرويه من ناحيه، وفي التغطيه الاعلاميه من ناحيه ثانيه. بقى دلوقتي كل الناس بتدور على اي حاجه ممكن ينتج عنها اختلاف في وجهات النظر، اثاره جدل، عشان يبقى في مشاهده. عشان امشي في الاسماعيليه يتقال ان انا يعني نلت النادي. يا اخي الامن هو اللي بيقرر اذا الماتش بتاع الاهلي في الاسماعيليه، الامن يقرر الاهلي هيروح بكره، هيروح أكيد النهارده أكيد. هيروح امبارح. فانت على النغمه على طول شغاله. طب وبعدين؟ طب ما الاسماعيلي لو جه هنا لعب في القاهره والاهلي لعب في الاسماعيليه، الوضع طبيعي. بس انت ليه بتنفخ في الجير ده؟ وبعدين لابد يبقى فيه نهوان دو يا كريم، المفروض يبقى فيه علشان عمليه التعصب دي لازم يبقى فيه وقفه. الوقفه دي اولا لازم تبقى اخلاقيه من كل واحد، من هنا ومن هنا ومن كل حته، الى جانب يبقى فيه حد بيحاسب كمان. طبعا. التعصب ده محاسبة. خلفيته ايه؟ طبعا.